قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. فلوس وين؟ فلوس وين؟ أه؟ فلوس راحت. أنا اتسرقت؟ أنا اتسرقت يا بلد؟ أنا اتسرقت يا عالم؟ فؤاد البيوم انسرق يا ناس. مالك يا جدي في ايه؟ الحقني يا عم، الحقني يا ادهم. انا اتسرقت، انا اتسرقت يا بلد، انا اتسرقت. اتسرقت انا يا عم، اتسرقت يا فؤاد، اتسرقت يا ادهم. انا فريد يا جدي، عمرو ادهم مين دول؟ انت هتوقفني على الوحده، هتوقفني على الوحده تقول لي فريد ولا يعني ده اللي هيرجع الفلوس؟ ما تقلقش يا جدي. انا مش غيظني غير حاجه واحده بس، كيف دخل الحرامي قدام عينيا كده وسرق الفلوسات؟ كيف حصل ده؟ ما تقلقش يا جدي، انا هدور معاك على الفلوس. هتدور عليها فين؟ هتدور عليها فين؟ يا رب انت هتدور عليها فين؟ طب استنى اشوفها لك في اوضتك. في نطتين من المحفظه وراحت. مش يا بلد، ومين الواد ده؟ طب راحت فين الفلوس؟ انا كان هنا، مش ده اللي بتشال فيها الفلوس؟ ما لقيتهاش. ماني قايل لك، انا مش قايل لك انت من عم. طب انا قايل لك رام لك ايه؟ خلاص هشوفها في اوضه اياد. استنى اياد ولا زياد ولا سعداوي حتى، يعني هتجيبها هتجيبها لي منين؟ اكونش سرقت الفلوس اهي يا جدي، لقيتها في درج مكتب اياد. اياد؟ مكتب اياد في الدرج بتاعه. والفلوس الحلال ما بتضيعش يعني؟ صح يا جدي. انت قلت لي مين انت؟ في مكتب اياد. لا انت مين؟ ملك ومال اياد؟ انا فريد. انا فريد. ايوه خلاص فريد. انا اقول لك تاني ولا عادي؟ لقيتهم فين دول؟ لقيتهم فين؟ في درج مكتب اياد. اياد هو معانا ده؟ اياد هنا. ايوه اياد من الدكتور علي. علي وفي كمان الدكتور ابن ابنك. والله ايه الكلام اللي هتقوله ده؟ بقي اياد سرق فلوس من محفظة جده؟ ايوه يا ابوي، واني مطلعها من درج المكتب بنفسي. ادي اخرتها، اياد ابن الدكتور علي بقى حرامي. اسمع. نعم ابوي. هتبرم عليه البلد لحد ما تجيبه عندي هنا، فهمان؟ حاضر يا ابوي، في ثانية هتلاقيه عندك. وفكرك يا ابوي سرق الفلوس دي ليه؟ قد عارف ما عرفش. ادي اياد اللي طالعين به السما وفرحانين بيه بقى حرامي. هو الواد ده مش ليه اب يعني؟ ما تتصل بابوه لما يرجع يبقى يتصل هو. انا معيش رصيد. واقول لك الواد ده اقعدوا هنا مش كده، لازم يمشي. انت اسمك ايه؟ ايه؟ صانع. هي اتفضل يا كابتن حافي، دي الفلوس بتاع تبرعات الملابس. يا بوي ده مبلغ محترم قوي. اديه اني هنزل اشتري الملابس الرياضيه. انا مش عارف اقول لك ايه يا كابتن. ايه قد دي لسه البدايه يا كابتن الحافي، وان شاء الله قبل ما اسافر وارجع يعني نكون قدرنا نوفر مبلغ اكبر بكتير. انت بطل يا اياد، قدرت تعمل محدش قدر يعمله. لا يا عمرو، المفروض كلنا نكون قلوبنا على قلب بعض ونساعد بعض. انت فعلا بطل يا واد عمي، وعشان كده انا هخليك مساعد الكابتن بديلا لابو زعيزه ومعزته. هتنول شرف مساعدتي. اياد ابوك عايزك في بيت جدك. ليه؟ هو حصل حاجه؟ ايوه اياد سرق فلوس من جد. انت تقول ايه يا مجنون انت؟ خلاص ممكن نعمل حاجه زي دي. خلاص انا هروح وهشوف الموضوع. روح انت يا اياد. تعال روح انت يا اياد وسيب لي ايدي. تعالى هنا. نعم يا كابتن. مش عايز تشتغل معايا ولا ايه؟ هشغلك حكم الفار. هنجيب الفار نحطه في عبه، لو لعب تقول فاول، ما لعبش تقول اوفسايد. فاهم ولا لا؟ وبعدين ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا كابتن؟ انا هستفيد منك، هحط مستلزمات الرياض. اهنيه الكور واهنيه الكاوتشات. ماشي. اني فؤاد البيومي. انت ما بتعرفنيش؟ اني فؤاد البيومي. هتسرق يا بلد؟ انت ازاي يا ولدي انت تسرق فلوس من محفظه جدك؟ انا ما سرقتش جدي. ما صحش تقول عليا كده يا عم. واه انت هتعرفني اللي صح واللي ما يصحش؟ انت عيل ناقص ربايه ومحتاج اللي يربيه. ايه مش ممكن اعمل كده يا عم. قفل خشمك انت التاني ما نقصاش. وايه دليلك ان اياد هو اللي سرق؟
فريد ود عمه جاب الفلوس من عنده من جوه. ايوه صح، جدي هو اللي اداني الفلوس دي عشان تبرعاته المسجد. مالك انت ومال التبرعات؟ كانك فاكر نفسك كبيره. الخير ما فيهوش لا كبير ولا صغير. قفل خشمك يا ولد، انت كلامك ماسخ زيك. ها جدي، مش انت اللي اديتني الفلوس بتاعه تبرعات المسجد؟ لا ما حصلش يا جدي. مش انت اللي قلت لي ان انا ادخل جوه اجيب لك المحفظه من الدولاب؟ ايوه انا كنت حاطط المحفظه في الدولاب جوه. الكلام ده صح؟ طب اقول لك، فاكر لما انت قلت لي ما تعرفش حد اني بتبرع للمسجد؟ اه افتكرت؟ لا مش فاكر ايه صراحه. يا جدي افتكر بقى. انت قلت ايه؟ قلت لي ان انا ما اقولش لحد ان انت بتتبرع للمسجد. الكلام ده زين. انا قلت كلام زي ده. انا قلت كلام زي ده. ايوه عشان كده بقى انا الفلوس معايا جوه في الاوضه. ايوه صح صح صح، انت الفلوس كانت في المحفظه وانت جبتها. صح صح. أيوة. الكلام ده صح صح. الحمد لله الحمد لله. الكلام ده ليه انت زعلان ليه كده؟ هو انت في حد قال عليك كلام عفش ولا حاجه؟ قالوا لي سرقت. قطع لسان اللي يقول عليك كلمه زي دي. مين اللي قال لك ده؟ محمود هات النبوت. هات نبوت ايه يابا؟ يابا يابا انت اللي قلت لي ان هو سرق فلوسه. ايوه قول. هي كنت ناسي وافتكرت. ايه تهدت الدنيا يعني؟ لا ما تهدتش. خلاص عن اذنكم. زعلت مصطفى ليه؟ مصطفى مين يابا؟ ده اياد يابا. ما تزعلش يا اياد من الحصل. من فضلك يا عم انا عايز اقعد لوحدي. قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.